ماشي ما راه قناك المغرب ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الدوزيام ميتون ان شاء الله المغرب هذا يروح برك راس اللي قلبه دانيه مليح ديجن بالتيفات تصبح زعما الصراحه والسعقان قرص قل منتخب الرديف سعى المغرب يفور منتخب الرديف الناس تصبح نطاس يواجه منتخب الجزائر ستيل عاب ستيل عاب اساسي دي المنتخب الاول ديجن بالتيفات نتمنى ان شاء الله يربح المغرب زلو صونه طول المقابله ديال المستوى وغايجن جنيديه دي على تصل الفرص وبين قوسين واذنا باش تسجل الاهداف الاول ولكن لحسن الحظ وماركانشا نتمنى التوفيق ديال الشوط الثاني للماركان المنتخب ديال المستوى هنيئا لحسين حموده داخل المجهود ديال الشوط الاول على العموم يعذو متكافئ تغى الافضليه تغى شويه المغرب يضيع مجموعه من الفرص وسينتز مجموعه من المناسبه انه غادي يسجل الهدف ولكن مع الاسف وبس تسيبوا المناسبه باش يسجل الهدف نتمنى ان شاء الله في الشوط الثاني انه المنتخب الوطني غادي يرجع شويه دي ثماث من زيز قومي بارتي دو الشوط الاول نتيتي راه بجنا نزو دي راه شويه ثم ثان انزل انزل المنتخب يزرى دور المجموعات من زين نهار انتو انتو ورا انه يلعب دي شويه متوترين نقدر انه المساله ديس دير بي مغاربي بدا دير بيت المغاربيه تيرين ديس شويه شويه التوتر شويه شويه الخشونه شويه نمشي سقان الخطط التكتيكيه ويتجين بالمنتخبات انه ديال اخر راح تنسن زران فارج نهار الشوط الاول شيق جار الجيران المغرب والجزائر دائما خمين تمسرق هذه الكيباوات دائما تيري الفرجه والمتعه الحماس غالبا النتيجه تيري الدقيقه 90 يعني سجل النتيجه يعني ضئيله 1-0 2-1 وهذه المشن 3-0 4-0 عمو تاقي قسنا اغلاق الحدود ذي الشوط الاول نتمنى ذي الشوط الثاني احسن يقل هجمات المرتده ذي 3-0 ان شاء الله الشوط الاول يعذو مليح مواليني مليح محاولات سنين قل محاولات سنين زيان وقعت قتاليه من كلا الطرفين ونتمنى الشوط الثاني ان شاء الله هذا يربح المنتخب السجن هذا يربح سجن النتيجه صباح الطص وكاين شنو يمكن نزل بارد جنون نغينا نغجر نغينا نهار المغربي راه بارتي ديال الصباح الجزائر دي بريمي تي بو طول الجزائر هو تخص شويه دي البدايه ولكن المغرب دي ثينكور اني الشوط الاول اي راه مليح ان شاء الله كنتراجع دوزيام تيمبو ان شاء الله هذا خيال حجم 3-0 ان شاء الله واخا صباح مره دي صباح المغربيين مره فبالنسبه للمقابله اليوم صراحة مقابلة جد جميلة المنتخب المغربي قدم واحد المباراة جميلة بزاف فبعكس المقابلات اللي كانوا في السابق كانوا قدموا واحد النتيجة اللي هي 4-0 في الشوط الأول فاليوم كنتمنى إن شاء الله السي عموتة يدارك الموقف في الشوط الثاني ويقدم واحد المباراة اللي كتليق السمعة ديال المغاربة حنا كمشجعين ديال المنتخب ديما راحنا مجندين وراء المنتخب ديالنا وكنتمنى إن شاء الله واحد النتيجة ديال 3-0 من هذه البداية أنه المنتخب الوطني اللي انتسخ المنتخب الجزائري طبعا تغل مباراة لجي مستوى عالي الفريق الوطني أبان أنه غنرجع الفريق مستعد ديرا المباراة دي أحسن ما يمكن تغين يعني اللاعبين المارة دي أحسن مستوى ونتمنى أنه للشوط الثاني على حق نجي النتيجة ربحية تسعد جميع يوذاني ليس نتفارجن هني تشجعان النتيجة المباراة على حسب ما مش نتورى أنه المباراة ما مش تبدا ربما تيريش النتيجة تسمى مفاجأة يمكن تكمل سبينارتيات ربما انه غصغى المنتخب الجزائري بورتيرو ديج المستوى ضم قران ومن هي مار ان شاء الله نشي نتمنى ان الفريق الوطني غادي يحقق مفاجاه ربحيه ماتش واعر نتمنوا الفوز للمنتخب المغربي في هذا الكاس العرب وان شاء الله نجيبوه البيت اللي ماركو عليه دابا خلعنا واني الحمد لله الشباب ديالنا الغيار ضو التعادل ان شاء الله نجيبوا الربح ان شاء الله نتمنوا يربح المنتخب المغربي كاي مواطن مغربي يتمنى الفوز تاع المنتخب ديالو شنو النتيجه التمزيان توا بركي مقابله وعار ليس تيراخ جزئيه بسيطه وذين الجانب النفسي يتراخخ منايا واني غيضبط الاعصاب الناس هذا المسائل احنا هون كاع ونتمنى ان شاء الله المغرب مقابله النهار بين المنتخب الوطني المغربي المنتخب يعني الشقيق الجزائري يجي المقابله لاثبات التفوق الرياضي التاريخي بين البلدين وجب مقابلة عادية من أجل مقابلة اليوم يعني أني إجل صراع تاريخي بين يعني كرة البلدين المقابلة نارة ثبت بأنه إجل مقابلة قوية خاصة يعني في الجانب التكتيكي وذين الصراع قوي وسط الميدان من أجل الاستحواذ
على الكرة. وسيتي إن شاء الله المنتخب ما غادي يسجل هدف الفوز اللي غيجتنا غازيرو وأنا محن تأهل غدور نصف النهائي وشكرا. فريق الجزائري تغذي جن فريق مستعد من ناحية أنه المباراة تغذي جمزوا متألقين وحتى المنتخب الوطني ولكن تمنى أنه دي الشوط الثاني توقع جن مفاجأة هذه المنتخب الوطني يقدم من جن الربح يستعد ماري وذن يتسجع المنتخب الوطني.